اهلا بكم متابعي قناه فروموكو في نشره اخباريه جديده وهذا ابرز عنوانها امطار رعديه متوقعه في طقس المغرب غدا الخميس ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناه واعجاب بالفيديو تتوقع المدير العام للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدنا الخميس أن يشهد أقصى جنوب البلاد نزول قطرات مطرية أو زخات محلية رعدية فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق الشمال الغربي للبلاد والريف والأطلس والمنطقة الشرقية إلى جانب ذلك سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق في السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطية والمنطقة الشرقية كما ستظهر أيضا بعض السحب المنخفضة والتي ستكون كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق السواحل الوسطى، وسيبقى الطقس باردا نسبيا في الهضاب العليا الشرقية وفي مناطق الأطلس والريف، ويرتقب كالعادة تسجيل هبات رياح محلية قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وبسهول المحيط الأطلسي، مع إمكانية تناثر الغبار محليا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستتراوح درجة الحرارة الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية وما بين 16 و20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 9 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة